السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، نحييكم من قناة السعودية، وهذه نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعددا من أعضاء المجلس. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعا من المواطنين. بحضور وزراء الإعلام العرب، وزارة الإعلام تحتفي باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي. أهلا بكم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس. وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير. كما حضره من الجانب العراقي أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك ونهلة جبار ونايف مكيف وشيروان ميرزا وحسين ماجد وعلي يوسف وفالح ساري وزياد الجنابي وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصر اليمامة بالرياض اليوم أصحاب السمو الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نواف بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير طلال بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن بدر بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن هذلول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن نايف بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن متعب.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالوزارة اليوم معالي وزير الداخلية والإعلام في جمهورية القمر المتحدة محمد داود، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تنسيق مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير بالوزارة اليوم معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وأفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين. طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصا في المناطق النائية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. كما طالب المجلس في قرار آخر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة. من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وهيئة المنافذ الحدودية في العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين المملكة وجورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي. هذا كما ناقش أعضاء المجلس التقارير السنوية للهيئة العامة للرياضة ووزارة النقل، حيث طرحت العديد من الآراء والمقترحات حول تلك التقارير. شهد معالي وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد العواد مساء اليوم حفل وزارة الإعلام بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018-2019 للميلاد، وذلك بحضور وزراء الإعلام العرب ومسؤولين في جامعة الدول العربية وإعلاميين وكتاب من مختلف الدول العربية. وخلال الحفل دشن وزير الإعلام الدكتور عواد العواد مبادرات إعلامية عدة بهدف تطوير الأداء الإعلامي العربي والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب. وتخلل الحفل عرض مرئي عن هوية الرياض عاصمة الإعلام العربي التي تعكس ما تمثله الرياض كمدينة عربية عصرية تضرب جذورها في عمق التاريخ بما تحمله من عراقة وأصالة. كما تم عرض مسيرة التطور في الإعلام السعودي منذ انطلاقته وحتى اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي. هذا وتسلم الدكتور عواد العواد درع اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي. وعلى هامش هذا الاحتفال عقد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد لقاء مع وزراء الإعلام والاتصال في الدول العربية، وذلك لبحث مجال تنسيق العمل الإعلامي العربي المشترك والنهوض به في شتى المجالات والحرص على تكامل الجهود بما يحقق الأهداف ويرقى بالإعلام العربي إلى المستوى المنشود. وأوضح الدكتور العواد في تصريح عقب اللقاء أن الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي تضمن عدة فعاليات، منها استضافة الرياض للملتقى الإعلامي العربي الأول الذي سيبحث سبل تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وغيرها من الاجتماعات. كما نوه وزير الإعلام إلى أنه سيتم إطلاق مبادرات إعلامية للإعلام العربي بهدف حماية الأفكار من الحملات الإعلامية المضللة. سعداء جدا باختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي. الرياض هي بيت العرب الكبير وهي حقيقة مركز ومحور القرار، واختيارها ليس بالأمر المستغرب. المملكة العربية السعودية أيضا ترأس المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة في مجلس وزراء الإعلام العرب. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع اليوم بدعوة معالي وزراء الإعلام العرب ليشاركونا احتفال اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي أن نكون معا وأن نوحد الجهود وأن يكون هناك تنسيق في العمل العربي ودعم العالم العربي المشترك، وأيضا إطلاق مبادرات إعلامية من هدفها حقيقة حماية أبنائنا وبناتنا من الأفكار ومن الحملات التي تستقصد التأثير عليهم وعلى تفكيرهم. نريد فعلا أن يكون هناك تنسيق لحماية مجتمعاتنا من هذه الحملات الإعلامية المضللة.
افتتح دولة رئيس الوزراء الأردنية الدكتور عمر الرزاز بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن اليوم، افتتح طريق الملك سلمان بن عبد العزيز في عمان، الطريق الذي يبلغ طوله 100 كيلو متر وأنشئ بتمويل من صندوق التنمية السعودي بتكلفة بلغت 200 مليون دينار أردني. رئيس الوزراء الأردني قال إن افتتاح الطريق يأتي تتويجا للعلاقة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، موضحا أن الطريق يعد شريانا مهما يربط بين الأردن والمملكة ومن خلالها لدول الخليج العربي. من جهته قال وزير الأشغال والإسكان الأردني فلاح العموش إن الطريق يمثل محورا للتجارة الإقليمية ويسهل حركة المسافرين. اختتمت أعمال أول فرضية إلكترونية لآلية التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك بمشاركة 22 جهة مختصة بالتعامل مع الظواهر الجوية والتقارير الصادرة. جاء ذلك في ظل تنامي الظواهر الجوية وتضارب المعلومات وكثرة الشائعات، إذ هدفت إلى التأكد من مدى جاهزية الجهات المختصة في التعامل الفوري مع الظواهر الجوية التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة. تعزيزا للشراكة والتعاون بين الجهات المختصة في الحالات الجوية المختلفة، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقرها بجدة أعمال فرضية آلية التعامل مع الظواهر الجوية، والتي تحاكي تأثر العاصمة الرياض بعاصفة ترابية وأمطار غزيرة على جدة، وذلك بحضور معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي ومشاركة 22 جهة رسمية. كان الهدف الأساسي من الورشة السابقة أمس وأيضا هذا اليوم في تطبيق الفرضية من أجل الوصول إن شاء الله إلى تنظيم موحد يضمن لنا بنسبة عالية جدا، ونتمنى تصل 100% بطريقة إيصال المعلومات وتبادل المعلومات ما بين القطاعات لضمان وصول المعلومة في الوقت المناسب والتعامل معها في اتخاذ القرار أيضا في الوقت المناسب. الفرضية تهدف إلى إيضاح مهام الجهات المشاركة بصورة عملية بغية تجنب الإزدواجية وضمان تعزيز وسهولة أداء الأدوار والإجراءات المناطة بكل جهة. لاحظنا بعض القصور في تمرير الآلية، خاصة وأن بعض الجهات دوامها رسمي من 7:30 إلى 2:30، وأنت تعرف بأن الحالات الجوية يعني غير محددة بوقتها، قد تحدث فجرا قد تحدث ليلا، فهذه أحد برضو اللي هي الأهداف من استدعاء هذه الجهات حتى نتكامل مع بعضنا البعض وحتى نضمن وصول المعلومة كما هي لهذه الجهات قبل وقتها المحدد بثلاث ساعات أو 4 ساعات أو 6 ساعات، تأخذ هذه الجهات احتياطاتها وتدابيرها حتى نصل إلى الهدف المنشود حماية الأرواح والممتلكات بإذن الله تعالى. خلصت الفرضية إلى أهمية إزالة العوائق منعا للتداخل بين الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة. من جدة عبد الله الأسمري. نهاية النشرة، في ختام هذا تذكير بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعددا من أعضاء المجلس. خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعا من المواطنين. بحضور وزراء الإعلام العرب، وزارة الإعلام تحتفي باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي. شكرا لكم على طيب المتابعة، وختاما نترككم مع هذه الصور من الحفلة الذي نظمته وزارة الإعلام بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي. إلى اللقاء.
you.